بعد ذلك بكم. إذن على بركة الله نبدأ إن شاء الله أشغال هذا الاجتماع هذا. ما يخص النقطة الأولى المتعلقة بتفعيل محور دعم الحس المقاولة لدى الشباب لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فمحور دعم الحس المقاولة لدى الشباب يضم مرحلتين، المرحلة الأولى ما قبل الإنشاء اللي هي البريكرياسيون واللي كتهدف إلى تقديم المساعدة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و 49 سنة ممن لديهم رغبة في الدخول إلى عالم المقاولة أو حامل أفكار مشاريع مبتكرة وذات قيمة مضافة. تفضل. سن 36 سنة، مستوى الدراسي حاصل على شهادة الماستر من كلية الأدب والعلوم الإنسانية تخصص دراسات العربية. الآن أنا مزاول لمهنة ديال إصلاح الهواتف النقالة وغير الأكسسوارات في القطاع الغير رسمي. الوظيفة العمومية منتظر الوظيفة العمومية أو مكتوب في الأيدي. يعني قلنا علاش ما نخوضوش الغمار والتحدي ديال المقاولة، وإن شاء الله علاش لا. يعني حتى الدولة الحمد لله يعني وبرئاسة صاحب الجلالة تعطات بزاف ديال الفرص في هذا المضمار وفي هذا المنوال هذا، ولماذا حنا نتعاملوا بإيجابية مع هاد يعني مع هاد المبادرات اللي كاينة دابا ونستغلوا الفرصة على شيء. حصل على إجازة مهنية في شركة لوجيستيك وحصل على دبلوم في لاباتيسري، عندي خبرة في المجال. جاتني فكرة المشروع ديالي اسمه لا ميرفيوس اللي هو عبارة عن كريبري كلاسري لي ساغاري. الموقع ديالو جا قرب المستشفى الإدريسي وجامعة لوطوفيل والمدارس المجاورة العليا. جاتني فكرة بحكم كنت طالبة سابقة في الحرم الجامعي وكنشوف بأن عرض المأكولات محدودة ومحصورة فقط في ملوي وحاشا وقانيني، فجاتني فكرة نكون صفاقة لهذا المشروع نخلق تنوع جديد في المأكولات. حاصل على شهادة الماستر في المجمعات الوسيطية، كنت مسجل في سلك الدكتوراه في 3 سنين ديال الخبرة في مجال القطاع النسخ. أنا بعد تقريبا شي مكملش سنة أنني ناخذ غمار ديال المقاولة، نشأت المقاولة ديالي مختصة في الطباعة والنسخ، كتب وتصدير كتب مطبوعات. كما أن المقاولة هذه جات في موقع يعني الحي الشعبي. بالنسبة لهذه المشاريع هذه من حيث المبدا راح متفقين، ولكن خصهم يعرفوا بان من عندنا مثلا مع النجاره مزعج تجيب وحدايا انا ساكن مثلا وتبقى خدام من السبعه الصباح، راه عندنا عارف حي الطيبيه تقريبا حي صناعي تقريبا في واحد 15 مشكل كبير، الناس ما واخدينش الروكاس. ولكن اعاده البرمجه يمشي يدير اجراءاته المسائل الاداريه ديالو ويجيب التراخيص ديالو. خصنا المشروع ما فهمناش باش سونتر دو ريديكاسيون دونك اللي كيغلاف ديال Donc c'est probablement un problème d'appellation, mais s'il y a de la rééducation sportive, c'est. Il est défini à la fin du projet le projet, à la date de jouer le sac à 100 000 dirhams. مساهمة حامل المشروع تتمثل في 40% من القيمة الإجمالية للمشروع، ويمكن للجنة الإقليمية للتنمية البشرية احتساب 20% كقيمة مالية و 20% كقيمة علمية. بعد ذلك تتم عملية التعاقد بحيث يتم إبرام اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وحامل المشروع والقطاع المعني بطبيعة المشروع والخدمات أو مقدم الخدمة. طبعا بعد ذلك بعد تقييم بالنسبه للمواكبه البعديه، بعد تقييم لكل مشروع على حده من طرف الخدماتي يقوم مقدم الخدمه ببرمجه تكوينات تطبيقيه وكذلك بمواكبه فرديه وجماعيه.